هاي دير ستودنتس، نايس تو ميت يو. اعزائي طلبة الخامس اعدادي، نحييكم في درس جديد من دروس اللغة الانجليزية. Open your students book on page 12. Unit 1 lesson 8. Lesson 8. Babylon Festival. مهرجان بابل. Look at the three texts. انظر الى النصوص الثلاثة. Which one is a program؟ ايهما برنامج؟ Which one is a letter؟ ايهما رسالة؟ And which one is a magazine article؟ وأيهما مقال ومجلة؟ عندنا ثلاث نصوص، طبعا المطلوب بهن نص واحد هو الضروري والمهم، هو مهرجان بابل اللي راح نقرأه. وبعد ما نقرأ يعني قطعة مهرجان بابل، هي قطعة من القطع المطلوبة، نحل الأسئلة من واحد إلى ستة اللي موجودة على القطعة. بابلون فيستيفال، مهرجان بابل. The Babylon Festival, مهرجان بابل, for international arts and cultures, للثقافة والفنون العالمية أو الدولية. Is held أسس each year أو يقام كل سنة in the ancient city of Babylon, في المدينة القديمة بابل. Which is about, وهي حوالي 85 kilometers. حوالي 85 كيلومتر south of Baghdad، جنوب بغداد. Ever since، منذ the first festival، منذ المهرجان الأول in 1987، في سنة 1987. The event has attracted، الحدث جذب many excellent groups، مجاميع ممتازة from all region of Iraq، من مناطق متعددة من العراق، and all over the world، ومن كل العالم. They come to perform، هم يأتون ليؤدوا many types of music، أي عدة أنواع من الموسيقى، especially بالأخص folk music، الموسيقى الشعبية. musical theater، المسرح الموسيقي، والأوبرا، ونشاط الأوبرا، and باليت، والباليت. Famous writers، الكتاب المشهورين، and poets، والشعراء. Come to discuss، يأتون ليناقشوا، and read، ويقرؤون، their works، أعمالهم. And there are، وهنالك، many lectures and seminars، هنالك الكثير من المحاضرات والندوات. Held on تقام on a wide range of literary، في literary artistic، في سلسلة من الحفلات الأدبية، والcultural والثقافية، and archaeological topics، ومواضيع أنواع الآثار ومواضيع الآثار. The festival، المهرجان، has become a popular، أصبح مشهورا، media events، في أحداث في الصحافة العالمية، and is now، والآن، discussed، يناقش، in print، في المطبوعات، and on television، وفي التلفزيون، وفي التلفزيون، and on internet، وفي الانترنت، by every wide audience، بواسطة قاعدة كبيرة من الأودينس، المشاهدين. The beautiful and historic city، المدينة الجميلة والتاريخية، of Babel، بابل، is the perfect venue، هي يعني مسرح تام، for this kind، أو مكان جيد لهذا النوع of international festival، لهذا النوع من المسرح العالمي أو المهرجانات أو المهرجان الدولي. There are three main theaters، هنالك ثلاث مسارح رئيسية، all equipped، كلها جهزت، with modern sound، بالصوت الحديث، and الأجهزة الصوتية الحديثة، and lighting، والإضاءة، equipment، والأجهزة وأجهزة الإضاءة، recording، والأجهزة التسجيل، and transmission systems،
وأنظمة التنقل and the best facilities وأفضل الأدوات أو المرافق for the artists للفنانين to use to prepare يستخدمونها لتحضير for their performances للتحضير ل يعني معروضاتهم أو الأشياء اللي يدونها. The Babylonian Theater المسرح البابلي is the biggest amphitheaters. I'm sorry, the biggest amphitheater هو الأكبر هو المدرج الأكبر in the city في المدينة and has kept وقد حفظ its ancient وحافظ على ancient atmosphere حافظ على شكله أو جوه القديم. The Arch Throne قاعة العرش auditorium is the largest hall هي القاعة الأكبر in historical Babylon في بابل الأثرية. It was once إنها واحدة the administrative center من مراكز الإدارة الرئيسية of the Babylonian Empire للإمبراطورية البابلية. Used to اعتادت to receive kings اعتادت أن تستقبل الملوك and victorious وال and victorious military والقادة العسكريين المنتصرين leaders والقادة العسكريين المنتصرين في المعارك. نينماخ تمبل معبد نينماخ أو صالة أرض نينماخ معبد نينماخ was once كانت واحدة the private temple من المعابد الخاصة of نينماخ لنينماخ يعني القائد أو القائد يعني في وقتها نينماخ the great lady وهو القائد العظيم of the heavens للسماء who used to هو اعتاد على to worship there to worship there للتعبد هنا. It is now used إنها الآن تستخدم for some of the smaller لواحدة من تكون الصغيرة but very high quality لكنها نوعية عالية performances للأداء in the festival في المهرجان. نرجع نجاوب على الأسئلة يقول read the text وقرأ النص and find answers وجد الأجوبة to these questions لهذه الأسئلة. Number one when was the first Babylon festival held أين أقيم أول مهرجان لبابل 1987 في 1987 2 what has Bilal seen at the festival ماذا شاهد بلال في المهرجان. طبعا الأسئلة هاي تشمل حتى القطع اللي قريناها يعني مال بابل واللي بعد شوي راح نقراها فنجاوبها من هسه. What has Bilal seen at the festival ماذا شاهد بلال في المهرجان. Three plays ثلاثة مسرحيات وسيمينار ومحاضرة أو ندوة and photo exhibition ومعرض للصور. Three. Is the festival famous? هل المهرجان مشهور؟ طبعا yes. Where? أين? Across the world. عبر العالم. Four. Name the three main venues. سمي ثلاثة مسارح in Babylon. In Babylon. في مهرجان بابل. طبعا المسارح الثلاثة الأهم المهمة يعني. بابلون ثياتر المسرح البابلي and العرش بابل. And العرش ثياتر ومسرح العرش. Which venue? أي المسارح used to be the amphitheater المسارح اعتاد أن يكون مدرج بابلون ثياتر المسرح البابلي هو يكون مدرج يعني شكل ملعب بالكرة مفتوح. What play is being performed أي مسرحية أديت on Monday 5 May في الخامس من شهر ماي المسرحية اللي تم أداها هي هاملت وهي طبعا موجودة بالقطع اللي راح نقرأها. ذن طبعا أجوبة الأسئلة الخاصة بالقطعة مال بابل
Number one, when was the first Babylon Festival held in 1987? Name three main venues of Babylon. سمي قاعات المسرح الثلاثة الرئيسية في بابلون ثياتر العرش and نينماخ تمبل هول وقاعة نينماخ. Three. Which venue أي المسارح used to be اعتادة أن تكون أمفيثياتر مدرجة بابلون ثياتر المسرح البابلي. طبعا هاي الأسئلة الثلاثة جدا مهمة. عندنا الرسالة اللي بعدها بي دير مايك عزيزي مايك thank for your email شكرا لإيميلك. I'm having a great time أنا أمضي وقت رائع at the moment في هذه اللحظة. We've got the لدينا نحن نقيم the Babylon Festival في مهرجان بابل هير هنا this month هذا الشهر so لذلك there is lots to see هنالك الكثير لنشاهده ونعمله. I've been to three plays. أنا كنت في ثلاث مسرحيات so far لحد الآن. This week هذا الأسبوع two of the plays اثنين من المسرحيات were كانت by Iraqi writers كانت بواسطة كاتب كتاب عراقيين. They were both هم كلاهما excellent ممتاز. ممتازات. One was واحدة كانت by Lebanese writer بواسطة كاتب لبناني and had the famous Tunisian وكاتب تونسي مشهور artist والفنانة لطيفة انت فيها. At one point في النقطة الأولى she started chanting هي بدأت تردد a really popular poem قصة معروفة مشهورة أو قصيدة مشهورة and some people behind us وبعض الناس خلفنا joined التحقوا in my father والدي got really annoyed تضايق جدا أو أصبح عصبيا with them معهم and told them وأخبرهم to be quiet أن يكونوا هادئين I was really impressed أنا حقا قد انزعجت. I've also attended أنا أيضا حضرت an interesting seminar لندوة رائعة on the history حول التاريخ of Babylon حول تاريخ بابل and how the festival وكيف أن المهرجان came to be أصبح ليكون it had a lot of interesting videos في أصبح ليكون في الكثير من الفيديوهات الرائعة and pictures والصور that amazed me التي أدهشتني in fact في الحقيقة I actually bought أنا بالحقيقة أنا اشتريت the documentary CD اشتريت CD وثائقي because بسبب I know أنا أعرف my sister بأن أختي would enjoy learning تتمتع بالتعلم more about تتمتع بالتعلم الكثير حول the fabulous history of Babylon لتاريخ بابل الخلاب أو الرائع. I've also been أنا أيضا كنت to really a good photo exhibition كنت في حقا معرض للصور رائع exhibition it's given me هو أعطاني some brilliant new ideas أعطاني بعض الأفكار الرائعة. I've decided أنا قررت I want to be أنا أكون أرغب لأن أكون professional photographer مصور محترف one day في يوم ما. So لذلك when the school holidays عندما العطلة المدرسية start بدأت I'm going to practice أنا على وشك أصبحت على وشك أن أتمرن all day في كل يوم long طويلا with my new camera with my new camera مع كاميرتي الجديدة write to me اكتب لي soon قريبا بلا PS ملاحظة I'm sending you أنا أرسلت لك magazine مجلة article مقال مجلة about the Babel Festival حول مهرجان بابل and program وبرنامج of the events وبرنامج حول الحدث
هنا طبعا آخر شيء احنا قرينا الرسالة، قرينا المقال المجلة، قرينا الرسالة، وراح نقرأ هسه البرنامج، برنامج المهرجان يوم الموندي 5 ماي، في الخامس من ماي عندنا بالساعة 3 بي ام، الساعة الثالثة بعد الظهر، العرش اوديتوريوم في قاعة العرش، ان اور ايز، في عيوننا ان اكسبشن اوف ذا وورك، معرض لاعمال اوف فيموس عراقي بينتر، بينتر لرسام عراقي مشهور سعاد العطار، علاء البشير، علاء بشير، فائق حسن، وعبد الله قادر الرسام. هذا بالنسبة ليوم الخامس من ماي. عندنا 6 بي ام الساعة السادسة في نفس اليوم، بابلون ثياتر، المسرح البابلي، هاملت، مسرحية هاملت ان عراقي فيرجن، وهي بالنسخة العراقية، اوف ذا وورد فيموس شكسبير للكاتب العالمي شكسبير بلاي. تيوزداي، يوم التيوزداي يعني في يوم الثلاثاء 6 ماي، في السادس من ماي، في ال 4 بي ام، في الساعة الرابعة بعد الظهر، العرش اودي تريم، في قاعة العرش ايضا، بيهايند ذا فيل، خلف خلف الستار، ان اوورد وينينج فيلم، الفيلم الفائز باي تونسيان، بواسطة تونسي دايركتور، بواسطة المخرج التونسي فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء الهاني، بواسطة المخرجة فاطمة الزهراء. اوبننج في يوم ال 7 بي ام، في 7 بعد الساعة 7 بعد عصرا او مساء، سيتي سنتر لوبي، مركز دائرة مركز المدينة، اوبننج اوف نيو ايز، افتتاح العيون الجديدة، ان اكسبشن يعني معرض اوف ايمجز، معرض الصور، اوف سيتي لايف، لحياة المدينة، باي يانج عرب فوتوغرافرز، بواسطة شباب، بعض الشباب العرب. عندنا ننتقل الان الى الاكتيفيتي بوك بيج 12 صفحة 12، لسن 8 اكسرسايز، اي ريد ذا ماجازين ارتكل، اقرا مقال المجلة، اي اون ستودنتس بوك، في كتاب الطالب، بيج 12 صفحة 12، اجين مرة اخرى، ذن كومبليت، بعدها اكمل each sentences، كل الجمل below في الأسفل، with a word، بكلمة، from the article، بكلمة من المقال. example مثلا، the first Babylon International، المهرجان البابلي الأول، was held، أقيمة in 1987، في سنة 1987. هذا طبعا ما لين الفراغ، هذا طبعا كل الأسئلة مهمة والفراغات جدا مهمة، زائد الأسئلة 2 أو number 1، there are هنالك 3، هنالك بالفراغ نخلي 3 main theaters، ثلاثة مسارح، used for، استخدمت، the festival، لأجل المهرجان. 2 the Babylonian theater، المسارح، المسرح البابلي، is the largest، وهو largest amphitheater، المسرح الأكبر المدرج، in the city، في المدينة. 3 the festival is a popular، المهرجان هو a popular media، هو يعني مهرجان للصحافة، مشهور، event، حدث صحفي مشهور، and is attended، وقد حضر، by a newspaper، بواسطة الصحف، انترنت والانترنت، and television، والتلفزيون، والجورناليستز، والصحفيين. 4 نينماخ تمبل، معبد نينماخ هول، قاعة معبد نينماخ، is used، استخدمت، for some of the smaller، استخدمت للسمولر performances، للعروض الصغيرة، in the festival، في المهرجان. 5 poets novelists poets، الشعراء و novelists، وكتاب الرواية، and short story writers، وكتاب القصة القصيرة، come to أتوا لي read، نا بالفراغ نكتب read، لقراءة their work، أعمالهم aloud، بصورة يعني علنيا، بصورة علنية، and discuss
وناقشوها together معا. 6 رقم 6. There are lots of music. هنالك lots of music performances. الكثير من العروض الموسيقية including بضمنها الفولك ميوزيك الموسيقى الشعبية وميوزيكال ثياتر والموسيقى المسرحية. هنا نخلي بالفراغ أوبرا ونشاط الأوبرا and باليت والباليت. هنا بالفراغ نخلي أوبرا. 7. The theaters المسارح are all equipped قد جهزت with excellent lighting بأضوية ممتازة. هنا بالفراغ نخلي lighting أو lighting أضوية ممتازة and sound equipment وأجهزة صوتية جيدة. وهي طبعا الحلول نمبر 1 3 2 amphitheater و 3 media و 4 performances و 5 read و 6 opera و 7 lighting. هاي طبعا بالنسبة أبرز الأسئلة اللي موجودة في هذا التمرين، وباقي الأسئلة مجرد للإطلاع، لكن الأهم الأسئلة ذني اللي قرأناها. هذا كل ما موجود بدرسنا أعزائي الطلبة. meet you next time.